سيد الغديري لما قعدت اسرش شويه، احنا ما شفناهوش في الملعب مع نادي الزمالك، بس كان الناس بتوصفه بايه؟ وحش وسط الملعب، خليفه لعيبه كبيره في وسط ملعب نادي الزمالك. طارق حامد جه من الجزيره الاماراتي عشان ينقذ وسط ملعب نادي الزمالك وما ظهرش خالص مع نادي الزمالك الى ان رحل. ايه حكايه سيد الغديري لاعب نادي الزمالك اللي اصبح سابق الان، ليه ما خدش فرصه مع نادي الزمالك؟ ايه اللي حصل؟ ايه الظروف؟ كابتن سيد معايا الان، كابتن سيد منور الدنيا، سعيد جدا بتواجدك معايا. بنورك كابتن كريم، وان شاء الله اكون ضيف خفيف على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. انا بقى عايز اسمع والناس تسمع وجمهور الزمالك يسمع، عشان كانت الناس متوسمه خير اول ما انضميت لنادي الزمالك واتعمل هاله اعلاميه وقتها وحكايه كبيره، وفجاه مش سامعين اسم سيد الغديري. الاول احكي لي من اول ما الزمالك فكر فيك عشان يضمك من نادي الجزيره الاماراتي، ايه اللي حصل؟ والله يا كابتن، انا رجعت من الجزيره الاماراتي، كان الكابتن طارق عشري، انا كابتن طارق عشري ابن عمتي. طيب ازيك يا كابتن طارق؟ كان جه عندنا البلد كده في زياره كده في دوره من الدورات الصيفيه، فشاف الناس عندنا في البلد كلموه قال له ازاي انت ما تاخدش ده معاك، كان وقتها ماسك في طلائع الجيش. ازاي؟ قال لهم انا السيد انا مش عارف انه بيلعب كوره اصلا. فقال له شوف الفيديوهات بتاعته، ده لعيب كويس. شاف الفيديوهات قال لي لا ما تسافرش تاني، خليك معايا. انا كان ينفع ما اسافرش، اصل انا ما كنتش لسه مضيت عقد في نادي الجزيره، انا كنت تحت 18 سنه. فجم قالوا لي بعد كده، الناس كلمتني قالت لي ارجع تاني، قلت لهم لا انا خلاص هستقر في مصر. قالوا لي خلاص ما فيش مشكله، حاولوا معايا كابتن بدر رجب اللي موجود في نادي الاهلي دلوقتي، كان مدير قطاع الناشئين، وكابتن صالح عبيد، كابتن محمد وهبه اياميها كان في نادي الجزيره. الناس وصلت معايا، قلت لا انا هستقر في مصر جوار العائله يعني. هايل. فروحت مع كابتن طارق طلال الجيش، كابتن طارق طبعا في اي حاجه، قال لي انا عندي الملعب اللي ليها دعوه بالقرابه، والناس هتنزل وهتشوفك. انا هو الراي الفني والنادي هو الراي الفني. حلو. في طلائع الجيش الحمد لله كان ربنا كرمني، رحت 10 ايام بالظبط. كابتن احمد المهدي هو اللي كلمني قبل ما كابتن طارق يكلمني في تقسيمه كده، قال لي تعالى امضي. فطبعا كنت انا تحت السن، انا وقعت كنت انا تحت السن. كان لازم والدتي لازم توقع معايا، فجه كابتن طارق بعدها باسبوع مشي، فانا كنت رايح عشان الكابتن طارق. فقلت يبقى مع الكابتن طارق موجود والامور هتبقى كويسه يعني، هو عارف امكانياتي والراجل شافني. وان كان كابتن طارق ما بيعرفش حد، لا ما بيعرفش كابتن طارق، ما عندوش ولا يعني حصل معايا اسهل يعني. لك تلعب بره من انك تلعب مع كابتن بالزبط طارق. حصل عارف. بس انا كنت شبهه في اللعب في الطريقه بتاعته، فانت قلت هيفهمني هيفيدني هستفاد من الكابتن طارق. فجم قالوا لي بعد كده كلموني، قلت لهم لا انا بعتذر ان انا مش هبقى موجود. كابتن طارق كلمني قال لي انا همسك سموحه، اصبر هاخدك معايا. قلت خلاص كده الكابتن طارق اقتنع بيا والامور كويسه يعني. حلو. فرحت مع الكابتن طارق سموحه من اول يوم. قال لي طبعا ان هتيجي النادي هنا مجلس الاداره اللي هيشوفك. انا رايي الفني فيك انا عارفه، بس هم الناس بيبقى لهم راي تاني واللجنه الفنيه. قلت له كابتن ما عنديش مشكله، نزلني الملعب واللي في الخير يقدمه ربنا. اليوم الثاني برضه يا كابتن، يوم الثاني الثالث الناس بدات تتكلم كويس قوي. قعدت مع سموحه 40 يوم. حلو. بدأنا الماتشات الودية الحمد لله كنت رقم واحد في التستات بتاعت البدني وكل حاجة، والحمد لله بنام بدري وكل حاجة كويسة ممكن لعيب كورة البروفيشنال يعملها أنا كنت بعملها. هايل. فبدأت الماتشات الودية بقيت أنا اللي باخد اللعيبة، حتى طلع مع أستاذ هاني حتحوت، محمد عصام، وأحمد حكم. قالوا إن هو الأسباب إن هو مش عشان القرابة بتاعت كابتن طارق العشري، اللعيبة بدأت تتكلم لما لقينا حاطط رجليها في الملعب وأنا اللي بدأت أبدأ الماتشات الودية، قالوا عشان قريبه فبداوا يتكلموا. فجينا بعد كده لقيت الكابتن طارق بيقول لي انت هتنزل فرقه الامل لحد ما الدوري ايه يبدا، عشان خاطر في ناس بتتكلم وبتاع عشان نهدي الكلام. قلت له يا كابتن لا الناس تتكلم وانا ما تتكلمش. كان الدكتور عطيه اللي بلغني. كابتن طارق انحرج يكلمني، فقلت له يا دكتور انا برفع عن الكابتن طارق الحرج، انا هتوكل على الله واشوف طريق بعيد عن الكابتن طارق عشان هو ما ينضرش ولا انا انضر يعني، عشان انا صحيح انا عايز، انا هو الكابتن طارق له شغل عندي في الملعب بس. فاستاذنت الناس في سموحه لان كنت مضيت على عقد، وعقد رقم كبير، كنت مضيت ب 700,000 جنيه. 700,000 جنيه. انا رئيس النادي هناك لما اتكلم معايا الاستاذ حاج عرفات حاج عامر حسين شافني هناك في تقسيمه وداني منتخب الشباب. كابتن عامر حسين؟ الحاج عامر حسين. شافني في التقسيم قال لك ده مواليد كام، ده لسه جاي جديد، ده جايبينه من الجزيره الاماراتي. سال عليا قال لي روح منتخب الشباب مع كابتن محمود جابر يبص عليه. ورحت معسكر. كابتن عامر حسين ايه علاقته بمنتخب الشباب؟ كابتن الحاج عامر حسين
الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. هو شاف ان انا لعيب كويس، قال يشوف، كلم كابتن محمود جابر قال روح يشوفه في المنتخب، الدكتور عطيه السيد قال يشوفه في المنتخب، الواد ده لعيب كويس وهيفرق معاكم. كلمني كابتن محمود، رحت من ضمن الفتره اللي كنت موجود فيها في سموحه، رحت 10 ايام معسكر منتخب مصر للشباب يعني. عظيم. فجينا بعد كده رجعت من منتخب مصر الشباب، الامور زي ما حضرتك مضيت برقم كبير جدا، حتى هناك بيقولوا ما فيش حد، لما قعدوا معايا قالوا ما فيش حد بيمضي بالرقم دوت، انت لسه صغير 18 سنه 19 سنه فصعب قوي الرقم ده. قلت لهم يا جماعه انتوا ليكوا شغل عندي، مالكوش يعني بالنفس، انا ما عنديش وكيل. قلت لهم انا ما عنديش وكيل، فانا اللي بتكلم. كابتن طارق بيكلمني، كان بيكلمني ساعتها بيقول لي 400,000. قلت له كابتن بعد اذنك سيبني انا اتكلم مع الناس. يعني سيبنا نتفق. فاتفقت مع الناس والامور كويسه. اعتذرت اليوم يا كابتن لما كابتن طارق قال لي انك مش هتبقى موجود مع الفرقه وهتبقى في فريق الامل، فريق الامل لحد ما الدوري يبدا هطلعك عشان الدنيا تهدى بس شويه. شكرا يا كابتن. واعتذرت وخدت منهم العقود ورحت لنادي الزمالك. كابتن حسين ياسر المحمدي وكابتن ابو احمد عبد الحليم كلموني وقالوا لي احنا عايزينك معانا في الزمالك. قلت له طب يا كابتن انا عشان هسيب سموحه فاليوم اللي هاجي فيه امضي فيه حلو عشان ما اسيبش هنا واسيب هنا، يبقى الامور صح. بالنسبه لي مش احسن حاجه ان انا اتعلقت كده. فروحت يا كابتن ومضيت، قعدت من 10 الصبح ل 10 بالليل. حلو. وكابتن حسين ياسر محمد قعد معايا بصراحه. حلو. قال لي مش هسيبك. حلو. وقال لي هتمضي دلوقتي. كان حد بدون ذكر اسماء مضاني على بياض. تمام. في نادي الزمالك. حلو. بالمناسبه انا لعبت سنه في نادي الزمالك ب 7000 جنيه. يعني ايه 7000 جنيه؟ في السنه. في الشهر؟ انا في السنه. في السنه انا مضيت عقد على بياض، قالوا لي انت زملكاوي؟ قلت لهم جدا. انت بتحب النادي؟ قلت جدا. قالوا طب عشان انت هتطلع تقعد دلوقتي مع مستر امير مرتضى منصور، عايزين نثبت له حسن النيه ان انت راجل زملكاوي وبتحب النادي، فامضي على بياض. امضي على بياض. كانت والدتي معايا، والدتي ما تعرفش حاجه في الكوره خالص. خالص، هي عباره عن انها بتدعي له وربنا يكرمك ويصلح حالك يا ابني بس. فقالت لي يا ابني ما تمضي، مش ده النادي اللي انت عايزه؟ قلت لها حاضر يا ماضي. قالوا لي هنحط لك الرقم اللي انت عايزه والارقام وارقام وارقام. قلت لهم ده مش هيفرق معايا، المهم انا عايز رقم اقدر اعيش منه والامور تبقى كويسه معايا فيما بعد. حلو. فتحط 7000 جنيه. ده ما اعرفش ان انا عرفت بعد ما مضيت على بياض. طلعت قعدت مع مستر امير مرتضى منصور فوق الساعه ونص. قال لي في قصص كتير كده وقال لي وانت. قلت له مستر امير انا بالنسبه لي عوامل النجاح ان انا تديني فرصه في الفريق الاول، قصه ان انا اقول لك عايز واحد او اثنين او ثلاثه دي مش دلوقتي، انا اديني فرصه مع الناس، فرصه حقيقيه، وعايز سكن كويس واكل كويس عشان اقدر ادي جنب النادي، واجيب والدتي معايا لان انا والدي متوفي، اجيب والدتي وعند اختي واخويا احنا بس. ماشي ماشي. نقعد هنا عشان اعرف اشتغل. حلو. قال لي عاجبني الشخصيه وعاجبني طريقتك وعاجبني ان انت جاي تشتغل بس والكلام المحترم ده. قلت تمام. قال لي والفلوس انا كده كده انت مش مضيت تحت على بياض؟ قلت له قال لي انا احط لك الفلوس. قلت تمام. جم يا كابتن بعد كده في توثيق العقود، عيادتي انا البطاقه الدوليه جت في شهر واحد في توثيق العقود، كان اول ماتش ليا الاهلي في الكاس. كنا بنلعب الاهلي 2003 في الكاس، وكان مسجنا كابتن محمد صبري الحمد لله والشكر لله، نزلنا كان اول ماتش ليا وكان ربنا كرمني حتى خدت رجل المباراه يوميها وكسبنا 1-0 الاهلي في الكاس. فوجئت بعد كده يا جماعه انا بروح واجي كل يوم. انا كابتن بالمناسبه انا لحد انا قعدت سنتين في نادي الزمالك او سنه ونص، انا كل يوم بروح واجي من الشرقيه للنادي. كان التمرين كابتن محمد صبري دايما بيعمل التمرين الساعه 6 الصبح. كل ده وما عرفتش ان الرقم اللي اتحط في العقد 7000 جنيه؟ لا. عرفت امتى بقى؟ كنت عرفت لما رحت جبت النسخه من المنطقه بتاعه الجيزه. ما هو ما حدش عايز يقول لي في النادي، وما بتاخدش فلوس خالص خالص ولا مليم في السنه ونص ولا مليم. انا بس عملت فيديو يا كابتن ساعه موضوع القيد دوت. ما هو ده بالمناسبه يا كابتن اللي هو القصه اللي انا اتكلمت معاك فيها، ان انا متاخد عني انطباع ان انا راجل بتاع السوشيال ميديا. ما هو انا بعمل ايه يا كابتن على السوشيال ميديا؟ يعني انت بتعمل السوشيال ميديا، انت بتسهر مثلا سوري في اللفظ بترقص على السوشيال ميديا؟ انا كل حياتي على السوشيال ميديا يا كابتن، ان انا بتمرن او برفع صوره ليا وانا في مكسب وانا في ملعب، هي دي حياتي على السوشيال ميديا. دي حاجه ضايقت ناس في الزمالك قالوا لك هم ما بيحبوش كده. طب ما دي حاجه برضو، ما هو الناس ما يعني كل الانديه تقول لك ما تركزش مع السوشيال ميديا. انت فهمت القصه كابتن؟ احنا في الجزيره الاماراتي كان ماسكنا هناك مستر جيمسي ده ومستر ماتس، كان رئيس قطاع الناشئين في ليفربول. الناس هناك بيتعاملوا معانا باسلوب مش طبيعي. انا خدت كورس، ادوني كورس في الانجليزي وكورس في التواصل الاجتماعي. فانا كابتن دلوقتي انا يعني انا دلوقتي اجيب حد يدير لي حياتي ولا انا اضرب حياتي في التوقيت اللي انا فيه دلوقتي دوت هعرف ادير حياتي؟ ما هو السوشيال ميديا كابتن جزء من الشغلانه.